لأي مدى عندك صراعات مع محيطك؟ لا خالص، صراعات كلمة كبيرة. أيوة قوي. لا عندك صراعات مع المجتمع؟ كان عندي صراعات مع المجتمع. وقت ما كتبتي ما زلت لا أعترف إني مواطن درجة تانية لمجرد كوني امرأة؟ ده لسه كاتبها قريب. طب مش كان أهو؟ ما كانش، ما زال. بسجل اعتراضي وهفضل أسجل اعتراضي. على إيه؟ على إن أنا ممكن، يكون في حد شايفني كده أو حد سامح لنفسه إن هو يعملني كده، أنا أو أي ست. مجرد نظرة حد ليكي أو مجرد إن حد شايفك كده، ولا أنتي بتحسي إنك بتتعاملي بالفعل كده؟ لا بصي، أنتي اللي بتخلي اللي قدامك إزاي يعاملك. بس أنا بسجل اعتراضي على حاجة في ناس مقتنعة بيها، فأنا بفكرهم إنه أنا معترضة على ده وبسجل اعتراضي على ده ومش معترفة بده ومش هعترف بيه.